حدث احلامي نقول لكم يا هلا. حدث احلامي وهذا المهرجان يعتبر سنوي يعني كل سنه، فراح حدثنا عليه محمد. فيلا سؤال هذا حدث احلامي يسووه مجموعه من الاشخاص اللي هم تقريبا 10 متحدثين يقدمون احلامهم وافكارهم وشلون وصلوا للنجاح مالتهم وشنو الصعوبات اللي واجهوها. الحدث يتميز انه كلهم شباب، اللي صعدوا على الستيج شباب وكلهم عندهم مواهب حلوة، وإن شاء الله تشوفون العرض وتشوفون كل المواهب على الستيج وتعجبكم. هذا المهرجان يعتبر المهرجانات المعروفة ببغداد، وهو كل سنة يصير بالمتنبي بشهر الثاني. إضافة للمهرجان أكو أكشاك، هاي الأكشاك تصير فيها شغلات فنية ترسم، شغلات تنصنع باليد، سوارات، يعني شغلات هاند ميد، سوالف كلهن، إضافة لصور ورسم كل شيء. قبل ان انهي الفلوق اني سويت صفحة على الفيسبوك، يعني بيج، فاتمنى ان تطبون عليها وتسويها لايك 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 لايك، لانه حينزل بعد كم يوم او مو اليوم، يعني بعد هالايام راح ينزل، فشي كلش قوي انتظروه. فلا تنسوا لايك سبسكرايب، يلا بيبا.